نيتها. على ما يبدو أن زميلي عمرو حسن مراسل الجزيرة مباشر من داخل القاعة التي يتظاهر فيها بعض أعضاء حركة اليهود من أجل السلام، هو الآن داخل القاعة وأعتقد أن لديه الجديد في هذا السياق. عمرو أحييك وأنقل لك الهواء، تفضل. اهلا وسهلا بك احمد. كما ذكرت قبل قليل، هذه حركه اصوات يهوديه او صوت اليهودي من اجل السلام التي دخلت الى مبنى كانون حيث نتواجد الان. نحن الان في الطابق العلوي، الطابق السفلي فيه المتظاهرون. يمكنك متابعه حركه كان هناك قبل قليل، في الواقع قبل لحظات عمليه القاء القبض على العديد من هؤلاء، يعني شهدنا على الاقل عشرات منهم الان في هذه اللحظات نتحدث، ويمكنك ان تتابع الشرطه من ورائي في هذه اللحظات. لكن نستغل هذا التوقيت للحديث مع احد المتظاهرين الذين قدموا في هذا اليوم للاعتصام داخل مبنى كانون. Thank you so much Jay for being with us today. جاي لوجودك معنا، خبرنا لسبب وجودكم هنا. في الواقع هنالك المئات من اليهود يرفعون أصواتهم والذين يطالبون بوقف إطلاق النار. نحن نعتصم هنا بالمئات، نرفض أن نخرج حتى يتم وقف إطلاق النار وتتوقف إسرائيل عن قصف غزة. رأيتم بعض الإيقافات والاعتقالات من قبل الشرطة، هل أنتم خائفون من أن تتعرضوا إلى نفس المصير؟ ما نعلمه هو أن أهالي غزة أكثر من مليون اضطروا إلى الرحيل من بيوتهم بعد القصف المكثف على رؤوسهم. هنالك نساء، هنالك أطفال، وهنالك القليل ممن بقوا على قيد الحياة. علينا أن نفعل ما بوسعنا حتى نوقف هذه الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، ونري ونسعى بأن نقوم بكل شيء بما في وسعنا حتى نوقف إطلاق النار. جاي، نحن هنا والرئيس بايدن في تل أبيب. كيف ترى هذه المفارقة بين الموقفين؟ نحن تقدمنا هنا وتحدثت رشيدة النائبة لكل اليهود الذين يساندون حرية فلسطين، وهي تعتقد بأن أغلبية الأمريكيين يطالبون بوقف إطلاق النار. وهنا حتى نضغط على نواب الكونغرس لطلب وقف فوري لإطلاق النار، وسنواصل رفع أصواتنا لمزيد من الضغط، وذلك لنجم لتلقى الإجماع اللازم لتطبيق ذلك. هل تشعر بأن رسالتكم واضحة وعالية وتنقلها وسائل الإعلام، أم هنالك اختلاف بين ما يحصل في الشارع وما يقال ويكتب على تلفزيون الجرائد؟ نحن نواصل اسماع أصواتنا، نرفع أصواتنا كيهود حتى نقول لن يتم هذا القتل باسمنا، وحتى نعبر عن ما نشعر به من رفض. نحن لا نمثل الرواية التي ينقلونها بأن الجالية اليهودية موحدة مع إسرائيل، بالعكس اليهود يحتلون الشوارع لمساندة فلسطين ولوقف هذه الإبادة الجماعية التي نشهدها. علينا أن نقوم بما في وسعنا حتى نساند هؤلاء عندما يتعرضون للإبادة الجماعية، وحتى نظهر للعالم الحقيقة، ونأمل أن نبني على هذا الموقف لوقف القصف على غزة. قال أعضاء من الكونغرس أنها حرب دينية، وقالوا أنهم لا يأبهون بالمدنيين
في غزة طالما أن ذلك سيفضي إلى القضاء على حماس؟ عندما تسمع هذه الأقاويل من قبل نواب الكونغرس ما هو شعورك؟ هذم من زوع عنهم الصفة البشرية وهي مساندة لإبادة الجمعية، هم مخطئون بصفة فظيعة ونحن هنا حتى نظهر لهم بأننا سنجمع الإجماع الدولي اللازم لوقف الإبادة الجماعية. العديد من السياسيين للأسف يساندون هذه الفظع، يخصصون 3.8 مليار دولار من الكونغرس الأمريكي. نحن ندعو الولايات المتحدة للتوقف عن التواطؤ في هذا الشأن ووقف إطلاق النار فورا. لماذا من الصعب الوصول لوقف إطلاق النار؟ لماذا لا يذهبون مباشرة إلى حل الدولتين؟ ويبدو حسب التقارير بأنه حتى يمنع الحديث عن كلمة وقف إطلاق النار. هو أمر مزعج جدا فعلا عندما نرى الشعوب تجمع على ضرورة وقف إطلاق النار بعكس السياسيين. لذلك جئنا كلنا هنا إلى واشنطن من كل أنحاء الولايات المتحدة، الآلاف والآلاف في أكبر تجمع وتظاهر في التاريخ، لأن ذلك غير مقبول. ما نحتاجه فورا هو وقف إطلاق النار. نعلم أن بعد ذلك علينا أن ندرس جذور هذه الأزمة بعد أكثر من 70 سنة من الميز العنصري والاحتلال من قبل الحكومة الإسرائيلية. سؤالي الأخير بالنسبة لك، هل تشعر بأن الصوت اليهودي يتم استغلاله في هذه البلد الجماعية؟ الآلاف منا نتجمع هنا في واشنطن ويتم اعتقال الكثير منا، ونفعل هذا حتى نقول لا تقوموا بهذه الإبادة باسم اليهود، وأن يتوقفوا عن العنف ضد الأهالي في غزة باسمنا. ذلك ما نناضل من أجله. نحن نساند وقف إطلاق النار ونعترف بأن بعد أن تمكنا من النجاة من الهولوكوست، نرفض بأن نسمح للعسكريين الإسرائيليين بأن يتحدثوا باسم اليهود، وأن يواصل بايدن مساندة الإسرائيليين باسم اليهود والتاريخ اليهودي. لذلك نحن بالآلاف ننزل إلى الشارع لأننا نؤمن بأن للفلسطينيين الحق للعودة إلى بيوتهم والعيش بحرية، ولديهم الحق الآن في الحياة بوقف القصف بالغاز القنابل الفوسفورية. شكرا لك جاي على وجودك معنا. إذن أحمد، كما سمعت من هذه الرسالة، بتأكيد الصوت اليهودي يرفض أن يتم استغلاله سياسيا من قبل الكونغرس هنا في العاصمة واشنطن، أو حتى من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في تل أبيب. هم يقولون بأنه not in my name، ليس باسمي سوف يتم اغتيال وارتكاب مذبحة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. أحمد، لا، أنا بشكرك شكرا جزيلا. الزميل عمرو حسن مراسل الجزيرة مباشر كنت معي من داخل إحدى قاعات الكونغرس والتي يتجمع فيها عدد من حركة صوت اليهود من أجل السلام، يعتصمون داخل مقر الكونغرس الأمريكي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.